أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسلوا الورك سبحان مي أعلن سيدة ميديا وصبحان مي سنين أخذ بحساسي أي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي حليقة ودعا يبنام بحي لباجيي اي معارض كاي قبن لهايين اسلام مركاسين اللوغو سوهر جيدي دوهاني محمد عبدالله فرماجو أيال لشاعيي وغاس كبيلا مدلود وغاس محمود علي وغاس اوور باهين تلهاد لي ايا كوار بحيي كولان اياشين او دياشا داقان كبيلا مقدشو يقود ديجي ابابو لي يبنام بحي دوان ديبلو ديجي اي معارض كاي اعلامي حكومة دونا انقلاتي وغاس كايا شيغي ان اي اسكو افغرتين اياغا اي قدقي ابابل كبنام بحا ان لواتاني سيدي تبشا صوص عطي فبرايو اللي سوغي مادو بنام بح نبادت وغاس كايا سيدو كلا شيغي ان تكهو الرئيس وقتي غاسي ان اي سيدو اولا سعون دونان دخدخاقة دورا شد الدل كوحونا ادوغو مهد عليي حبنه لوحل ساري ابابل كبنام بحا او كاقبالي سوجيدين تودي إن لواتاني سيدة فبرايو اللا إسوغي يمادو بنام بحنا بادهد أو وين أيان إسكو أفغراني أيو يري كاس أو كعلوس كي هوري إي أبابولنا أمدونا آيسي حر آهي درين كودا أو عبدالي دونان كهرنا وحان سيدو أولا سعون دونا دا دقاق دورشد دالكا أيو يريو غازكا وغازكا ياكو باقي إن لو درير دورش حلال آهي أو لغا فغادو قلافكا إيا بوبكا سيدو كالبولشد غولك بنادر أيو فرين ودري إساقو بلان قادي إن هاد كدب أي أضياش دقنك غوالك بنادر أي دور كود قادن دونان بلشد غوالك بنادر وحان لا يهيدد كيناكو كل صونار وحان اسكو أفغرني إن دور شد الآدو إسلام مركاسين بنام بحوغن أو علوس أو كي هورا كوين ليسو يمادو سيديد إلواتن كس بشاسو سعطي فبرايو سيكستوها أهاتي هوري أيا خلاف لوغا دريمي إن مامولك غوالك بنادر إيا وزيرك أمنيغا أو فصحي بنام بحاسي اسكو أهنجبين كدب أضياشا دقنك اي مغالد مقدشا ايا أهرند سوكالة دحقالي اسلام مركاسين واي باجيين سدح اي طوانكي بشاني ايا لو بلانسانا ان بنام بحوغن لغو قبتو كاسيو اللوغو سوهر جيدو دوهاني محمد عبدالله فرماجو وافقن بكو سميجي رئيس الوزاري هيسا محمد حسين روبلي دينا عكالي غسارة كدا شيقارة حالي كدا عي مغالد مقدشو قف شعب هيا كود انتاي ميد كالواو كود داوا عمي بام قعميد لغو توري ازدو اسكا حر ريالي اي مقدشو قف كميد اهي دادك ديگان كا ايا حقيجيي سلا دي عشاها كدب اني جوك حوغن كمقلين دان كا ازدو اسكا كدب اي حكتاي خصاص بدن او عيدا مدا اي هردين عيدا مدا امان كا ايا حالي بلاوي باري تانو امني حقيجين اهي وحينا كود دا جيران خرقي كدن بيجي ويرر كاني سيدا اي شيغن سرا كيشا قابلسن امان كا سيكستوها أهاتي شلي أيي إهيد مركي قرح للأكتي أفهايينكي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي مستر معلمو إسلام مركاسين حالة ديسا عافما دايسو هقا قيسو فضلاً ديب أداور كيني هوري إي عالان سيد الميديا وحن دونيا إن أنور بحين كوان إدن كسيو حالة دي قودة دالك قاراهان أريمه دور شوينك أمنيغا سياسة دا أريمه ديبادة سيدا الله سعطان روان وحا إنو صور دماده شركي قولها وضا تشيغا قران و أنكو قايرني هشيس وناكسن أو دردرگلین ایا دورشده این کستو عقبات فرب بدن نلار دیگهی هدنا و الحمدلله و گولست تی شرکاسی وحنا دجی دمان قلوبتا شعب کسومالیت سیداس اوگد دمان وزیر دو حنفر ایا این لگه شقیه سیدی آن اوده مستر لهن اریمه دورشون که آه شقد اوگوین اینا تالو دمان وحن روا هل كان إنا أقوم هاد عليو دولة قبلية ده حبناها كأه دولة ده فدرالكا شعب كالصوماليات ملك استوي جوجان مشرحين تا حلك مدحوينها بالشذا ريت كا باش عالم كا إيو ومن أمباستوريس كا أو نجلقة يبقر دمان أو دمان تودن أي موجين إزقرب استاك إيو فهم أذك سيدا الله سعطان شركي مركان باللوني قولها وضا تشي كمانا دقدقين إنان قادنو قرال أما استيتمنتي أما قوانكي قدن بيي وحان باللوني إنان لفريسانو دمان استيقور لرسكي إقوه الرأيان مشرحينت وان دقي سنني على شدو دي وان دقي سنني تلدو دي وان دقي سنني ويحي أي قبين وانا كقادنك سيدو كلو حان دقي سنني صاحي بضع داش عالمك تلويني نوسو جيديين وانا كقاداني وحس او دوكمنتين وين نوسو ريجيان سيدو كلانو حالكو لاني بلشاد الرايد كاها ايو ومن امباستوريسك او ايغان نوسو قد بيي
aradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirki ayaa noo bilowday annagoo ka duuleyno dhamaan saaxiibadeen fikradahii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyeen inta badneed oo ugu badneed waa qaadanay waxaana isku afgaranay inaan doorashada u qabanno una qorno sida ugu daahfuran uguna wanaagsan qoraal ayaan sameeynay doorashada ku saabsan iyo amnigeeda muddo maalmaha waa isjijiideynay laakiin markay naga soo dhamaatay annagoona go'aan qaadan ayaa haddana waxaan go'aansannay inaan la kulanno stakeholders ay ugu horeeyeen saaxiibadeen musharaxiinta waan ka wada tashanay wixii aan ku heshiinay inaan 99% qaadanay ayaan u sheegnay wax kale inagu kordhiyeen sidii talada isoo jeedeena sideedii aan u qaadanay sidoo kale waxaan la kulannay saaxiibada caalamka beesha caalamka ee soomaaliyeed iyo bulshada rayidka iyo women ambassadorska intay soo jeedeena sideedu ayaan u qaadanay oon u dhignay documentigii statementigiina sidaas uu ku soo baxay si loo lagu wada kalsoon yahay loo wada calool furan yahay oo isla aqbal ah ayaan statementigaas ku soo saarnay isagoo ka hadlayo statementigaas doorashada daahfurnaanteeda step by step in tallaabadaas la wada raaco iyo amniga waxaan jeclahay waxaas lagu heshiiyey in fulinteedii aad qayb ka noqotaan idinka kaliya maaha wasiirada waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan bulshada rayidka musharaxiinta beesha caalamka dhammaan heshiiskaas lagu heshiiyey oo ah daahfurnaanta doorashada oo aan dul istaagnay qodob laga bilaabo guddiga ama odayaasha wax soo xolaya ergooyinka ilaa ay doorashadaas ka dhammaanayso in nalagu kor joogteeyo nalagu dabagalo lala socdo oo isha lagu hayo qof kastoo soomaali ah hadduu joogo magaalo madaxda hadduu joogo gobol hadduu joogo dibaddana waxaan ka codsanaynaa inay dabagal nagu sameeyaan waqtiga aan haysano oo kooban oo 40 maalmood ahna nalagu daba joogo waxaan ku heshiinay inaan bilowno 15-ka bishan oo ah maalinta sabtiga ah waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad wadareed qof kasto ayay qusaysaa waa in nalagu kor joogteeyaa maalinta sabtiga waa in la bilaabaa doorashada ay ka bilaabataa dhammaan 6 degaan doorasho oo ah 5 dowlad goboleed iyo magaalada Muqdisho waa in lagu kor joogteeyaa waan ogahay inay jiraan mar kasta wanaag la aado kuwa isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keena halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo saad la socotaan maalin kasto iyo habeen kastaba waxaa soo baxo statementis iyo lagu xoojinayo inaan waqtiga dib looga dhicin in doorashada waqtigeeda lagu dhammeeyo waqtiga lagu heshiiyey in lagu dhammeeyana aan maalin dib looga dhicin sidaa darteed waa ku mahadsan yihiin dadkaas walaalaheena saaxiibadeena oo noo kor joogtada nagu hayo laakiin annagana waxaan rabnaa inaan isxilqaano waajib ayaa naga saaran shacabka soomaaliyeed dalkan xaaladdu ku jiro qof kastoo soomaali ah meel kastuu joogay waa ogyahay xalka keliya aan haysano waa doorasho waxaan leeyahay doorashada saaxiibaday waa anigu aan ugu horeeyo iyo dowlad goboleedyadaba inay sida ugu adag ugu wanaagsan ugu dhaqsiyaha badan aan u fulinno shacabkana aan waqtigoodii iyo dhiiggoodii iyo dhacankooda aan lagu ciyaarin doorashadaas inay qabsoontana ay waajib tahay haddaan u gudbo amniga waxaan bogaadinayaa dadaalka nafurnimada ah ee ciidamada qaranka soomaaliyeed difaaca shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waan uga mahadcelinayaa waan u bogaadinayaa waxaan u tacsiideynayaa dhammaan intii ku nafbaxday iyagoo difaacayo qof kasta oo soomaali ah waxaan farayaa wasaaradaha amniga iyo taliyaasha ciidamada in ay xooggooda isugu geeyaan sugidda nabadgelyada muwaadiniinta soomaaliyeed dhammaanteen qof kastoo soomaali ah waajib ayaa ka saaran wasaaradaha amniga iyo dhammaan taliyaasha ciidanka inay sugaan amniga muwaadiniinta soomaaliyeed waxaan kaloo farayaa in ciidamada qaranka sida ay sheegeen sida murtiyeedkeenna uu ku jiray ay markasta ahaadaan dhexdhexaad
أو أيضاً كمل من سياسة ده تاسو أه رقم فرحن أو ودن كستو كل رقمنا دبودع وكانا سادرت دوحان ليه هاي دحدحات كأهذا أريمه سياسة ده وحواجب دي كسارا والدفاع دلكينا يدتكينا هذا وقوين أن هذا لينا هاي وأرجع جحسة ده أو أنا أيتها إن كهرتقنا ما هن إن السياسة ده كمل مان وإن أي كم ذهبنا أنا ده سياسة ده أريمه دي بدأ سيد الله سبحانه ذل كنا وحباهنيها السياسة دجن وأذى جيسة مصلحة أمضى الصوماليات سيد أوجد وح إنجا جوان وين إنجا جوان تهاي إن آن وين هجنو حرير حرير كأن الله لنا عالم كجارهان ذل كأن الله لنا حرير كجناسي وح برشو يسعدال إنه مركز تتحجلينا هنا هل كأي كجرت مصلحة أمضى الصوماليات سيد الله سبحانه صورت قال معها إن آن si aan macna lahayn u culadino dalal iyo dalal aan walaalanahay kuwaas oo sanad kasta ay inaga dhaxmarto balaayin dollar sidoo kale marin iyo deegan u ah qaybti ugu weyn ee ganacsigeena dibadda marka dal ka raisul wasaar ahaan ka wasiir ahaan iyo ka xukuumad ahaanba anaga cid aan dagaal u qabno ma jirto dalka Soomaaliyeedna cid kasto walaal u leeyahay saaxiib leeyahay waa inaan xiriir wanaagsan la yeelana cid aan gooni u target gareeyno ama aan gooni u beegsanayno nana ma jirto saadirteed waa inaan wanaajinaa cid kasto danta Soomaaliyeed maslaxa ugu jirto ganacsigeeda haday tahay nolosheeda haday tahay waxbarashadeeda haday tahay iyo haday socdaalkeeda tahay waana waajib muqaddas ah oo nasaaran waxaan rabaa in aan uga digo dhamaan hay'adaha kala duwan ee dawladda ku xad gudubka hantida qaranka oo ay gacanta ku hayaan iyo ka dhowrsanaanta fal kasto oo musuqmaasuq ah سال سعطان حكومة دينا وقت يرى هيستا والله سعطان وقت يرى عن هيسنو مرر وحصو بحا هشيسي إن لقرو عن لو بحنين ودق دقا وحصو بحا إن محال يرى هذا قفك مركا ميشي جوغ واسكو دايا إنو هانتدا سيكال واستعمالو وانقا ممنوع وان إن آن اسكجرنا هانتدا قرنك إن آن سيكال دن واستعمالنو وآنان قرين هشيسيو عن لو مرين شرعيقا وأنا أدو تحضرنا كان في جنانا سيدا درتيد كريزو لزارعان ما أقبل أيو إنسي قرد أه لوغو فائدستو وقتي كان حساسي أه اللوغو جيرو إن هشيسي لقالو أما سيكال وحليسكو دابو مريو سيدو كالي واقصد إن أمان تولينت أي إلاليان نظام كإيا كالدبينت سيلو دورة حبسمي أسعود حبسمي أسعودك شاقو قدشده هي أده الدولد سيدا آن هرو ugu soo qoray wareegtan ugu soo saaray ma jirto cid qaadi karta xilka qaadis iyo magacaabis aan fasax looga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha qarad uu dhici kara waa in xafiiska ra'iisul wasaaraha la la socosiyo lana tashta yaana lagu degdegayn xilka qaadis iyo magacaabis sababtan saas u leeyahay wax kala ma ahan xilli gaba gaba ayaa lagu jiraa ma ahan qof qof ciil u qaba ama qof qof beegsanay inuu sanbicin sidoo kale agaasimayaasha maareeyasha iyo dhamaan howlwadeenada kala duwan ee dawladda waa inay u hoggaansamaan awaamirta wasiiradooda iyagana inaysan u arkin xilliga lagu jiro inay ku takrifalaan ama ay dhagaha ka furaystaan wasiiradooda sida darteed wada shaqeynta xafiisyada dawladda muhiim ayuu xilligan yahay